كده هتقع. ازاي وازيك؟ ازيك يا باشا؟ مبروك لبنتك اللي داخل ثانويه عامه بقى. الله يخليك. ما تطمعش اكتر من كده. حاضر. يلا حسام يلا حسام قصة صوت ماشي 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 انا مسافر يلا قصة صوت تعالى هنا بس حسام امسك ده حسام محمد اطلع من كده حسام الناحية الثانية حسام تعالى هنا انتوا جاهزين انت جاهز يا عماد؟ باذن الله سلام جاهزين يا جماعة؟ اديني كاميرا خلاص تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، طبعا يعني احنا شاركنا بلقاء حضرتك النهارده في جوله اخرى وشوط اخر من انتخابات العاد على المقعد الفردي بين تيم مرشحين. حضرتك النهارده كنت حريص على ان حضرتك طبعا كممثل لكل البورسعيديه اللي حضرتك تنزل على راس كل شعب بورسعيد وحضرتك تنزل في الانتخابات، شايف اهميه تلك الخطوه واهميه الناس اللي هي تتفاعل مع تلك الخطوه في مستقبل مصر القريب ان شاء الله؟ طبعا هو الحمد لله المحافظ بورسعيد بالتعاون مع مديريه تيم بورسعيد ان احنا جهزنا كل المقررات ثمان حياة في محافظة بورسعيد ومدينة فؤاد، والجاهزية دي شايفينها جاهزية على أعلى مستوى، والمركز الشباب كل العاملين والقائمين على العملية الانتخابية من أول السادة المستشارين المشرفين في الدوائر الانتخابية ومديرية الأمن بورسعيد وأبطالها وظباطها وأفرادها والموجودين من امبارح، إخواتنا بصراحة العظيم موجودة احتياطيات موجودة إن هي التعاون مع مديرية الأمن الحالي. شايفين الموظفين وشايفين الشباب والرياضه شايفين كل المحافظه بتتعاون عشان النهارده يطلع عروس انتخاب ان شاء الله. بالظبط انا شايف صح النهارده عروس انتخاب. ايه اللي حضرتك تحب تقوله للشعب البورسعيدي في استكمال تلك الخطوه الهامه بالنسبه لمجلس الشيوخ ودوره القادم ان شاء الله باذن الله؟ يعني حضرتك كتنفيذ اكيد تستشعر دوره واهميته. طبعا المواطن البورسعيدي عنده وعي جدا. نسبه المشاركه في الانتخابات في مجلس الشيوخ كانت مشاركة كانت عالية تمام من ضمن المصايف ومحافظات مصر كلها الحمد لله. النهارده انا متأكد ان المواطن البورسعيدي عنده إدراك ووعي لازم يشارك عشان ده الواجب الوطني بالنسبة لكل المواطن في مصر. حضرتك كمواطن بورسعيدي